ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زياد السنجري. أستاذ زياد، بداية مرحبا بك. أسباب كثيرة يعني ترجع إلى فرار عشرات العائلات مرة أخرى يعني من الموصل والنزوح مجددا إلى المخيمات في كردستان العراق. ما أهم هذه الأسباب في الوقت الحاضر من وجهة نظرك؟ مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الرافدين الفضائية. هناك عدة عوامل للهجرة والنزوح من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وذلك لعدة أسباب، بعضها اقتصادي وبعضها أمني وبعضها خدمي، ولربما العامل الأمني لعب دورا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث قامت الميليشيات الحشد تحديدا بعمليات تفجير داخل مدينة الموصل، منها مفخخة في منطقة الغابات ومفخخة أخرى على مطعم شعبي في الجانب الأيمن ومفخخة أخرى في الجيارة. وحسب ما أفاد به أعضاء برلمان عراقي أكدوا ما صرحنا به سابقا عبر موقعنا الشخصي بأن العمليات أتت من قبل ميليشيات الحشد، وقد نوه السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي بأن العمليات الأخيرة لم تقم بها فصائل داعش أو غيرها، وإنما من فصائل أمنية، وذلك لأسباب سياسية واقتصادية. هذه المعطيات وبعض تصريحات السياسيين كذلك نوهت إليها مثل مقتدى الصدر، حيث قال بأن الموصل تعيش أزمة حقيقية، وبالواقع هو لديه معلومات عن قيام تلك العناصر في عمليات التفجير الأخيرة. من جانب آخر، أن مدينة الموصل منذ أكثر من عام وانتهاء العمليات العسكرية، الحقيقة لم تقوم الحكومة المركزية والحكومة المحلية بأخذ دورها في إعمار المدينة وتقديم أبسط الخدمات للمواطنين الذين الحقيقة اندهشوا كثيرا من تعامل الحكومة، خاصة بعد إقرار الميزانية الأخيرة في عام 2019 التي خصصت 143 مليار فقط لمحافظة نينوى الذي يفوق تعدادها 4 ملايين ونصف إنسان عراقي. إذا كان مجلس محافظة نينوى يقول إن موجة نزوح هذه العوائل، النزوح العكسي، قد تصاعدت هذه الموجة مؤخرا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، ولكن أين دور القوات الأمنية من هذه الأشياء التي تحدث؟ باعتبار أن ميليشيا الحشيد هي جزء من المنظومة الأمنية، نعتقد بأن لا دور للمنظومة الأمنية إلا دور سلبي، لذلك هي مشاركة بطريقة أو بأخرى. القائد عمليات نينوى اللواء نجم الدبوري وفي اجتماع أخير مع رئيس وزراء عادل عبد المهدي أوضح له وأمام عدد من مجلس أعضاء من مجلس نواب العراق عن محافظة نينوى بأن العمليات الأخيرة وبكل تأكيد قامت بها عناصر داعش، ولديه تقارير حيث قامت القوات الأمريكية بأخذ عينات وقامت بتحليلها بأن العمليات التي حدثت هي بفعل عناصر الحشد، وعناصر الحشد ضمن المنظومة الأمنية، ومن المفترض أنها تأتمر برئيس الوزراء لأنه هو القائد القوات المسلحة في العراق وله صلاحيات بالسيطرة عليها، وهذا أمر شكلي، ونحن نعرف بأن تلك الميليشيات مرتبطة ارتباط وثيق بإيران وقاسم سليماني، حيث أن التوجيهات تصدر من هناك للقادة الميدانيين، وثم تقوم تلك الميليشيات بتنفيذ هذه الأعمال أمام مرأى الجميع. أصابع الاتهام موجهة إلى ميليشيا الحشد، إلى أي مدى ترى أن سلوك هذه الميليشيا موجه من قيادات هذه الميليشيا، لا سيما بعد الحديث عن عمليات الخطف والابتزاز والسرقة والتفجيرات والذي تسلمه عبد المهدي؟ التقرير كان مفصل وكان واضح جدا. بعيدا عن المفخخات، اليوم نأخذ الجانب الاقتصادي لما تقوم به الميليشيات، حيث أن السيطرات الرئيسية مئات الألوف من الدولارات يوميا تجني عبر سيارات الحمل، يعني السيارة الواحدة $1000. هناك أيضا صيدليات تدفع شهريا $1000 لتلك الميليشيات. مدراء الدوائر في محافظة نينوى والدوائر الخدمية يدفعون ما بين 300 إلى 400 ألف دولار شهريا، تدفع من قبل المدير العام بنفسه في بغداد. المواطن يبتز، مكاتب الصيرفة تبتز، التجار، المعامل، المصانع. لذلك أدت هذه العمليات إلى هجرة عكسية من مدينة الموصل ومحافظة نينوى إلى الإقليم وبعض المحافظات وربما خارج العراق، حيث أصبحت أسعار العقار في مدينة الموصل متدنية جدا،
نتيجة تلك الممارسات، وربما وصلت إلى النصف وما دون النصف من قيمتها الفعلية، وهذا ما يحدث يوميا في مدينة الموصل، الكل يعلم بذلك، لكن لا مجيب، فالقوات الأمنية تعتبر شريك أساسي بهذه العملية الأمنية، لأنهم عمليا ضمن القانون هم ضمن منظومة واحدة. من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زياد السنجري، شكرا لك.